ودايما بنستفيد عن التأسيس تحديدا، وبنتحدث عن التأسيس بنسبة كبيرة. التأسيس ده جزء من التاريخ وبداية التاريخ في نادي الأهلي يا أستاذ سعيد. اه ده اكيد طبعا. مرحلة التأسيس دي احنا يعني اتكلمنا عليها كتير او بنتكلم عليها كتير، لان هي دي يعني اهم اللي دي القاعدة اللي اتبنى عليها النادي الأهلي ويعني على مدار يعني قرن من اكتر من قرن من الزمان. فدايما لما بتيجي تتكلم عن اي مؤسسة بتشوف مين المؤسسين، لان هم دول اللي صنعوا الحقيقة، اللي حطوا حجر الأساس لهذا التاريخ الشامخ او هذا البنيان العظيم او هذه القلعة الكبيرة يعني. وبالتالي احنا مهم جدا مرحلة التأسيس نشوف اتعملت ازاي ومناخها ايه والظروف المحيطة بها ايه والسياق التاريخي كان شكله ايه، عشان نعرف قيمة هؤلاء الرجال يعني العظماء الذين بنوا هذه القلعة العظيمة يعني. وزي ما قلنا قبل كده يعني التاريخ ده هو كنز او الثروة بتاعت اي مؤسسة، وهو العمق الاستراتيجي لبناء المجد او لصناعة مجد في الحاضر والمستقبل. اكيد. طيب استاذ محمد، احنا بنتكلم في التاريخ وبنتكلم في صفحات التاريخ وتاسيس النادي منذ عام 1907 وكمان اتاسس ازاي واتاسس ليه، لكن دايما واحنا بنفتح الصفحات وبنشوف الذكريات بنحس ان التاريخ او الجزئيات دي مش موثقه بنسبه 100%. ليه لم توثق ولم تذكر بنسبه صحيحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لكلام الاستاذ سعيد في نص دقيقه، هو طبعا لما تيجي تتكلم عن كيان زي النادي الاهلي او اي كيان في الدنيا، أول سنة في تاريخ الكيان هي السنة اللي أسست لكيان ونظم ونظام مؤسسي استمر لغاية النهاردة. فمن الطبيعي أن احنا نستفيد في السنة الأولى تحديدا. احنا ممكن بعد كده تلاقي الأمور جريت شوية، لكن السنة الأولى هي اللي فيها النظام اللي انت قاعد عليه بقالك 113 سنة. دي حاجة. الحاجة التانية، هي في إشكالية في تاريخ الأهلي أو تاريخ الأندية تحديدا يعني في مصر، أنك انت يمكن ما طلعش في تاريخ الأهلي في خلال لغاية مثلا التسعينات، يعتبر كام سنة؟ 90 سنة مثلا. ما طلعش غير كتابين في 90 سنة، كتاب اللي هو سنة 22 سنة 32 في اليوبيل الفضي للنادي الأهلي واللي طلعه النادي الأهلي، وكتاب تاني في حدود 67 كان 60 سنة على تأسيس النادي الأهلي، ولكن كلها ما دخلتش في تفاصيل، ما دخلتش في، لم تقرأ التاريخ كما قرأه. وانه ده بحي الاستاذ حسن المسكاوي، ليه بقى؟ ان جات له اتيحت له فرصه منحها له الراحل صالح سليم في انه طلب منه يكتب تاريخ الاهلي في حوالي 94 او 95، واعطاه فرصه دخول حجره مجلس الاداره وقراءه المحاضر. هنا اتفتحت افاق ثانيه مختلفه. تمام. وبالتالي بدات اشوف ان اول قراءه جيده او شايفها اكثر من جيده لتاريخ الاهلي هي قراءه الاستاذ حسن المسكاوي. وانا اعتقد برضو خلي بالك ان انت الاستاذ حسن عمل نسخه تانية من كتابه، النسخه التانية فيها اختلافات كتير قوي عن النسخه الاولانيه، لانه وجد بعض الوثائق اللي هي لم تكن مكتشفه. احنا النهارده واحنا بنتكلم في حاجات لم تكتشف سنه في التسعينات، واعتقد بعد سنين لو حد ظهر وثائق تانية هتكون، لان ممكن وثيقه واحده تخليك تقرا حقبه كامله باسلوب مختلف خالص عن اللي احنا قرناه دلوقتي او عن اللي قراه الاستاذ حسن وهكذا. علشان كده احنا برضو خلي بالك في نقطة، ظهور الانترنت والسوشيال ميديا والتلفزيون بتوسعه بقنوات كتيرة جدا، ادى فرصة انك انت تقدر توصل التاريخ اسرع من زمان. دي حاجة مختلفة. وبالتالي اعتقد ان تاريخ الاهلي بيبدأ، او تاريخ الاندية كمان عموما وتاريخ الرياضة كمان في مصر، بيبدأ ياخد حق ما كانش موجود لمئة سنة فاتت. انت اسمح لي يعني، انت تاريخ الاهلي زي ما بيقول محمد جزء مهم جدا من تاريخ الحركه الرياضيه المصريه. الاهلي مؤسس مهم جدا للحركه الرياضيه المصريه. بمناسبه التاريخ، انا كنت مره قاعد في مكتب العميد علي انديل، كان مدير عام النادي الاهلي، فاستاذن وخرج شويه كده، وبعدين تليفون رن جنبي، فانا رفعت سمعت التليفون، مين حضرتك؟ قال لي لو جاء تليفون رد عليه. مين حضرتك؟ فقال لي انا يوسف ادريس. قلت له اهلا، ازيك يا دكتور؟ ده مش عارف. قال لي لا لا لا، بلاش حكايه الدكتور دي. قلت له ليه؟ قال لي الدكتور ده ما فيه 20,000 دكتور في مصر، بس ما فيش الا يوسف ادريس واحد. واحد بس. قلت له طيب انا
انا يعني ده كويس جدا انا عرفت ان حضرتك اهلاوي. قال لي اصل انا قلت له عايز ايه، فقال لي انا بسال على الكارنيهات بتاعتي وبتاعت ولادي يعني دي مساله مهمه. قلت له انا اول مره اعرف انك اهلاوي. قال لي لا ده انا اهلاوي عتيد بس ماليش قوي في الكوره لكن ليا في مصر. فانا وقفت الحكايه دي قلت له خير. قال لي لا اصل انت ما تعرفش النادي الاهلي ده يا ابني ده هو ده روح مصر وهو ده تاريخ مصر. ارجع اقرا تاريخ الحركه الوطنيه وانت تعرف تاريخ النادي الاهلي. انا ايام ما كنتش واعي للحكايه دي قوي انما كان كلامه ليه قيمه لسه بيرن في دماغي زي ما كنت دلوقتي بالظبط. فدي بمناسبه تاريخ الاهلي. فانت تاريخ الاهلي ده تاريخ يعني تاريخ عظيم ومجيد وانت عندك كنز بس احنا مش مهتمين بيه. يعني زي ما يكون عندك كنز كبير جدا بس انت ما شفتوش كويس او مش عارف قيمته كويس او ما وزنتوش كويس. احنا في يعني في الحلقات دي احنا بنعيد الاعتبار لهذا التاريخ وفي رموز كتير جدا حقيقه طمست او طمسها التاريخ وما خدتش حقها ولا حجمها المناسب من الاعلام او من التاريخ. يعني في ناس كتير جدا تعمل لهم تماثيل في تاريخ النادي الاهلي. تمام.